أهلا بكم إلى الأخبار من الميادين وفي عناوينها. إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحاتها، ومرندي ينفي مزاعم رفض واشنطن الشروط الإيرانية الإضافية. بعد ساعات على الاعتداء الأمريكي في سوريا، مصادر الميادين تؤكد استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز شمال دير الزور. اصطحاب كبير حاخامات اليهود الفرنسيين ضمن وفد ماكرون إلى الجزائر يثير جدلا بشأن جر البلاد إلى التطبيع عبر بوابة حوار الأديان. شويغو يتهم واشنطن بمحاولة استنزاف روسيا استراتيجيا وتقسيم الهيكل الأمني في جنوب شرق آسيا لضمان هيمنتها العالمية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تلقي إيران رد الولايات المتحدة على مقترحاتها عبر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وأضاف أن مراجعة وتقييما دقيقين للرد بدأت بهما إيران وهي ستعلن عن وجهات نظرها بعد دراسته. من جهته قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي أن المزاعم المتداولة عن رفض كل الشروط الإيرانية الإضافية من واشنطن غير صحيحة بالكامل، وأن إيران بدأت للتو بدراسة الرد وستبلغ المنسق ردها بعد ذلك مباشرة. البيت الأبيض قال أن إيران وافقت على تقديم بعض التنازلات خلال المفاوضات النووية الأخيرة في فيينا. وخلال مؤتمر صحفي أضاف المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن التوصل إلى اتفاق بات أقرب مما كان عليه الوضع قبل أسبوعين، وأشار إلى وجود بعض الثغر في عملية المفاوضات لم يجري الانتهاء منها حتى الآن. الآن معنا من طهران مستشار الفريق الإيراني المفاوض الدكتور محمد مرندي. نرحب بك معنا دكتور مرندي على الميادين في هذه النشرة. بداية، لأنك معنا بالصوت والصورة، نريد أن نتثبت ونستوضح أكثر حول حقيقة المزاعم التي أكدت بأنه الولايات المتحدة رفضت جميع شروط أو مطالب إيران الإضافية. صحيح قد نفيت هذا الأمر، لكن بتوضيح أكثر حول ما جرى، هل جاء للتشويش أم سوء فهم أم كيف سار الأمر؟ Don't know why we continue to hear this nonsense. The لا أدري صراحة لما يروج لهذه الترهات. الإجابة التي قدمناها عبر القنوات الرسمية هي واضحة، ومزاعم العربية خاطئة. الطرف الإيراني لا زال يراجع النص، وسوف نقوم بتقديم ردنا إلى المنسق ما ننتهي من استعراض هذا الرد. لقد سمعنا قدرا كبيرا من المعلومات المغلوطة والكاذبة على مر اليومين الماضيين، وذلك يوزع إلى حد كبير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى مقترنة بشكل كبير بالولايات المتحدة الأمريكية منشغلة وغير راضية بأن إيران قد نجحت في التفاوض إلى هذا الحد وفي كسب هذا القدر الكبير من التنازلات. لذلك تجد الولايات المتحدة الأمريكية صعوبة في التوقيع على هذا الاتفاق. مثلا من المزاعم التي سمعنا بها على مر الأيام القليلة الماضية ما يشاع بأن إيران قد وافقت على التخلي عن مسألة حذف اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الإيرانية، لكن كما تعرفون وقد قلت ذلك عبر الميادين مرات عدة وفي أماكن أخرى على مر الأشهر القليلة الماضية، إن شطب اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية لم يكن يوما شرطا مسبقا، وقد قلت ذلك على مر أشهر. وإيران لا مشكلة لديها بأن تبقي القيادة الوسطى على قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بإيران. بالتالي عندما وكما سمعنا على مر الأيام الماضية بأن إيران قد وافقت على هذا التغيير، هذا أمر كاذب فلم يتغير أي شيء. بالتالي من الواضح أن الأمريكيين يبحثون عن أمر يتشبث به لكي يظهروا أنفسهم بمكانة القوي،
كان من خلال الأكاذيب المتعلقة بالموقع التفاوضي الإيراني أو المزاعم التي سوقت لها العربية، لابد أن ننظر إليها تحديدا في هذا السياق. طيب دكتور مرندي، لكن حتى قبل قليل البيت الأبيض يقول بأنه إيران وافقت على تقديم تنازلات في المفاوضات الأخيرة التي جرت في فيينا، ونحن الآن أمام أو أقرب إلى توقيع اتفاق. مجددا من الأمثلة التي سوقت لها الولايات المتحدة الأمريكية وسمعناها مرارا وتكرارا في الأيام الماضية، أن إيران قد وافقت على عدم الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لشطب اسم الحارس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، لكن أي شخص تابع مقابلاتي على مر الأشهر القليلة الماضية أو حسابي على تويتر يعرف أنني قد قلت على مر أشهر أن هذا الأمر لم يكن يوما شرطا مسبقا، وبالتالي عن أي ضغط يتحدثون عنه بالنسبة إلى البيت الأبيض. الواقع هو أن البيت الأبيض يود بكل بساطة أن يسوق لهذا الاتفاق على مستوى الداخلي الأمريكي وعلى مستوى كذلك الحلفاء، ولذلك هو مضطر ليقدم هذا النوع من البيانات. لكن ونظرا إلى أنه يناقض ما قيل في الأشهر الماضية، الأكذوبة باتت واضحة ومفضوحة. الواقع بكل بساطة هو أن الوضع في أوروبا هو وضع سيء للغاية، وأزمة الطاقة تعصف بأوروبا، وكذلك البرنامج الإيراني السلمي يتوسع ويتطور بوتيرة كبيرة. بالتالي أمريكا اليوم أكثر حاجة وعوزا لاتفاق، وبالتالي ما عادت تتفاوض من موقع القوي، ولذلك هي مضطرة لتقوم بفبركة هذه الحجج لكي تظهر بحلات إيجابية. طيب بخصوص الرد الأمريكي الذي تسلمتموه عبر بوريل الوسيط الأوروبي، هل يرتقي إلى مستوى تطلعات إيران؟ هل الأمر يجب أن يحسب بالأيام بالأسابيع؟ هل يمكن أن نكون أمام جولة مفاوضات جديدة؟ كيف ستسير الأمور وفق الرد الأمريكي الذي تلقيتموه بصورة غير مباشرة؟ لا يسعني أن أعلق على النص الذي تسلمه الإيرانيون اليوم بعد أن يقوم الطرف الإيراني بتحليل النص وبالكشف عن رده، ربما تصبح الأمور أكثر وضوحا. لكن ما يسعني أن أقوله هو أن الموقف الإيراني بات قويا إلى حد أنه عندما قدم الأوروبيون النص بنسخته الأخيرة عندما كنا في فيينا منذ أسبوع تقريبا، وقالوا هذا هو المطروح على الطاولة، خذوه أو لا، اقبلوا به أو لا، وبالطبع قاموا بالتنسيق مع الأمريكيين، ولكن من ثم قام الإيرانيون أو الأوروبيون بالتريث، والإيرانيون قالوا سنقوم بطرح بعض التعديلات. وعندما عدنا بتعديلاتنا إلى بوريل قال الإيرانيون أن هذه التغييرات والتعديلات معقولة، وهذا يظهر أن موقفنا محق. وحتى أن الأوروبيين عندما تقدموا بنص سوق له على أنه بنسخته النهائية لم يكن فعلا نهائيا، وفي المجالات كافة تمكنت إيران من كسب تنازلات أساسية، كان ذلك يتعلق بموضوع التحقق النووي أم العقوبات أم الضمانات أم كان الأمر يتعلق بالإنجازات الكبرى التي حققتها إيران في مجال الملف النووي. في كل هذه المجالات تمكن إيران من كسب التنازلات الكبرى، وبعد الحصول على كل هذه التنازلات قدم الأوروبيون هذا النص الأخير وقالوا اقبلوا به أم لا بالتنسيق مع الأمريكيين، وبعد ذلك قال الإيرانيون لابد من تعديل النص، وبعد ذلك قال بوريل يبدو طلبكم معقولا. وهذا يظهر إلى أي حد الموقف الإيراني في التفاوض قوي، وإلى أي حد الموقف الأمريكي والأوروبي ضعيف على صعيد المفاوضات فيما يحدث. هم بحاجة إلى اتفاق أكثر من إيران، نحن نريد اتفاقا لكن هم بحاجة إليه. هم بحاجة إليه، وبالمناسبة حتى كانت هناك إشارة إسرائيلية بأنه الولايات المتحدة قدمت تنازلات كثيرة إلى إيران. الواضح الآن من حديثك أنه نتيجة الحاجة الأوروبية والأوضاع في الغرب، إيران كسبت الكثير من التنازلات من الجانب الأمريكي تحديدا في قضية هذا الاتفاق. الكرة الآن بملعب طهران أم واشنطن؟
الأمر لا يقتصر على الحاجة الأوروبية والأمريكية بفعل الأزمات العالمية من أزمة الطاقة والأزمة الأوكرانية والأزمة في تايوان، لكن يعزى ذلك أيضا إلى أن إيران قد قامت بصورة متسارعة بتوسيع نطاق برنامجها النووي السلمي، ولأن إيران تمكنت من تكييف اقتصادها لكي يصمد في وجه سياسة وعقوبات الضغوط القصوى البربرية التي فرضها الجانب الأمريكي، كما أن الإيرانيين قد تمكنوا على مر الوقت من تأسيس علاقاتهم مع مجموعة من البلدان الإقليمية وفي جنوب العالم وكذلك الصين بهدف إضعاف قوة إنفاذ هذه العقوبات الأمريكية ولكي يعطل أثرها على المدى البعيد. كل هذه الأسباب والمساوغات قد عززت الموقف الإيراني في سياق التعاطي مع الأمريكيين والأوروبيين، لكن ما يجدر بنا أن ننتظر لنرى ماذا سيحدث الآن هو أن الأوروبيين والأمريكيين تحديدا إن كانوا سيتقبلون واقع الحاجة الأوروبية أم إن كانوا بكل بساطة سيضحون بأوروبا في خضم هذه الأزمة. النظام الإسرائيلي قد أظهر أنه مستعد للتضحية بأوروبا خدمة لمطامعه الخاصة، ولنا أن ننتظر لنرى إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية كذلك مستعدة لكي تضحي بأوروبا بأكملها. لقاء الإسرائيليين أم ستتصرف عقلانية؟ ماذا تقصد بيضحون بأوروبا؟ عندما يقول السيد بوريل إن المطالب أو المقترحات الإيرانية هي معقولة وهي المقترحات التي قدمها الإيرانيون بعد النص الذي قيل أنه نهائي واقبلوه أم لا، هذا يظهر كم أن موقفنا محق، وكلنا يعرف كم الوضع الاقتصادي في أوروبا سيء، وفيما تشتد رياح الشتاء وعندما يبرد الطقس في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول سيكون الأوروبيون بحاجة إلى النفط الإيراني، ويمكن لنا كذلك أن نزود أوروبا بكميات معينة من الغاز عبر تركيا كذلك. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لابد وأن تراعي الحاجات الأوروبية، وإن لم تصغي لأشخاص مثل بوريل هذا يعني أن أمريكا مستعدة للتضحية بأوروبا لكل بساطة لأن الإسرائيليين غير راضين. ولكن في حال قبلت الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق هذا يظهر أن المصالح الإسرائيلية ليست الأولوية القصوى وأولوية أفضل من أوروبا، بالتالي أمريكا في وضعيات صعبة وهي مدعوة لاتخاذ بعض القرارات. أما إيران وقد سألتموني سابقا إن كانت اللعبة في ملعبنا أم ملعب الأمريكي، بالنسبة إلينا نعتبر بالطبع أن الطابة أو الكرة اليوم هي في الملعب الأمريكي، فأمريكا هي من انسحبت من هذا الاتفاق وخطط العمل الشامل المشتركة في إطار إدارة ترامب، وبايدن يود العودة إلى هذه الخطة. لكن حتى لو عدنا إلى البيان الذي قدمه بوريل هو يقول كذلك أن الموقف الإيراني منطقي وعقلاني، وبالتالي يمكن لنا أن نفترض أن السيد بوريل يقول كذلك أن الكرة اليوم هي في الملعب الأمريكي، والسيد بوريل هو بالطبع المسؤول عن السياسة الخارجية الأوروبية. طيب دكتور مرندي، في خضم هذه الأجواء التي تتصف بالإيجابية إلى حد معين، هناك امتعاض قلق خوف إسرائيلي بدأ واضحا خلال الأيام الأخيرة من قرب التوقيع على هذا الاتفاق النووي، وأيضا يراه البعض داخل إسرائيل بأنه كابوس. كيف تنظرون إلى هذا الدور؟ بالتأكيد إيران تنظر له كدور سلبي، لكن هل هناك إمكانية لتدخل إسرائيلي للتأثير على هذا الاتفاق أو فرض شروط معينة؟ التأثير الإسرائيلي في واشنطن كبير ولا شك في ذلك، لكن من جديد السؤال الأساسي هو هل ترغب الولايات المتحدة الأمريكية بأن تضحي بحلفائها كافة في قارة كاملة لقاء مصالح إسرائيل من خلال السماح لأسعار الطاقة بأن ترتفع وتلتهب ومن دون أن تساعدهم؟
هي المعضلة الحقيقية هذه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ومخل ذلك يمكن للطرف الإسرائيلي أن يفعل كثير. ترغب إسرائيل دوما بأن تطلق الأساطير بشأن قواتها، ولكن الواقع هو أن إسرائيل لم تكن حتى قادرة على إلحاق الهزيمة بالمقاومة الفلسطينية في غزة. فماذا عن مغبة مواجهتها لقوات مثل إيران؟ بالطبع إسرائيل إذن ليست في مكانة تخولها أن تتعامل مباشرة مع إيران، فإيران أقوى بكثير من ذلك. والولايات المتحدة الأمريكية كما أوروبا في حالة من الأفول، وهي خارطة في مجموعة من النزاعات مع الصين وروسيا، وتواجه أزمات داخلية وانقسامات في الولايات المتحدة الأمريكية وأزمة الطاقة وأزمات أخرى. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية دولة مختلفة عما كانت عليه منذ 3 أو 4 عقود، وإسرائيل تقر بذلك، وموازين القوى بدأت تنحرف شرقا وليس غربا، وهذا واقع لابد الولايات المتحدة الأمريكية وأن تتعاطى معه بواقعية. وهذا سبب يفسر لماذا الموقف التفاوضي الإيراني كان قويا إلى هذا الحد، وهذا أيضا سبب من الأسباب التي تعلل لما تمكن الإيرانيون على مر الأشهر الثمانية الماضية من كسب كل هذه التنازلات على طاولة التفاوض. شكرا جزيلا لك دكتور محمد مرندي، مستشار الفريق الإيراني المفاوض، كنت معنا من طهران. أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد عن استياء تل أبيب من مجريات الاتفاق النووي في فيينا، وقال أن إسرائيل ستتحرك من أجل منع إيران من التحول إلى دولة نووية ولن تسمح لها بذلك، مشيرا لأن هذا الاتفاق هو الأسوأ ولا يمكن قبوله، ولأنه يسمح أو سيمنح إيران 100 مليار دولار سنويا، وسيجري عبر ذلك تعزيز حركات المقاومة في المنطقة بالإضافة لتمويلها، مؤكدا أن إسرائيل لن تكون ملزمة بالاتفاق إذا وقع. إسرائيل ليست ضد أي اتفاق، نحن ضد هذا الاتفاق لأنه سيء، لأنه لا يمكن قبوله كما هو مكتوب الآن. لقد أوضحنا للجميع إذا تم التوقيع على الاتفاق فأنه لا يلزم إسرائيل، سنعمل على منع إيران من أن تصبح دولة نووية. لسنا مستعدين للعيش مع تهديد نووي فوق رؤوسنا من نظام إسلامي عنيف متطرف. في ضوء التقارير التي تتحدث عن اتفاق وشيك بين إيران والولايات المتحدة، وفي مسعى وصف بالأخير، يجهد المسؤولون الإسرائيليون للتأثير على بنود الاتفاق النووي المتبلور بين إيران والدول الكبرى. وخلافا للتقديرات السابقة، تحول موقف رئيس الموساد دافيد برنيع الذي يرى في الاتفاق المتبلور مع إيران كارثة استراتيجية على إسرائيل، ليكون الموقف المهيمن في تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية، وانسحب أيضا على المستوى السياسي، الأمر الذي يفسر زيارات مسؤولين إسرائيليين لواشنطن، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمن القومي أيال حلاتا ووزير الأمن بيني غانتس، وحملة رئيس الحكومة يائير لابيد، سواء عبر التصريحات أم المحادثات التي يجريها مع قادة الدول الأوروبية. الاتفاق مع إيران يقترب كثيرا، إنها صفقة الأحلام بالنسبة إلى الإيرانيين. أنا أعرف الكثير من المسؤولين الإسرائيليين الذين اتصلوا خلال الأيام الأخيرة بواشنطن للذهاب إلى هناك وإقناع الأمريكيين بسوء المصير، لكن هذا لن يحصل. الأمريكيون يريدون اتفاقا والإيرانيون يريدون اتفاقا، ونحن في الطريق إلى هناك، إلى اتفاق سيء جدا. وعلى وقع حديث محللين بأن إسرائيل بدأت بالاستيعاب بأنه لا مفر من العودة إلى الاتفاق بعد أن فشلت في محاولة عرقلته، وصفت مصادر سياسية إسرائيلية الاتفاق المتبلور مع إيران بالسيء جدا لإسرائيل، مع قدرة محدودة لتل أبيب على التأثير فيه. في إسرائيل يدركون بأنه لا توجد تقريبا فرصة بألا يوقع الاتفاق، وهذا مغاير لما قدروه قبل عدة أسابيع، لكن يدركون أيضا أن تأثير إسرائيل محدود جدا، وزيارة حولات لواشنطن هي لتليين التنازلات الأمريكية والموقف الأوروبي وليس لمنع توقيع الاتفاق، فإسرائيل تعرف قدراتها في هذا الموضوع وهي محدودة جدا في هذه المسألة. الأسئلة في إسرائيل أكثر من الأجوبة اليوم بشأن الاتفاق النووي، يقول خبراء ويضيفون. غضب كبير يسود أروقة القرار في إسرائيل على الأمريكيين الذين بحسب مسؤولين إسرائيليين خدروا الإسرائيليين طوال الأشهر الماضية وضللوهم فيما واصلوا الحوار والتقرب من الإيرانيين.
أما الخشية الأساسية اليوم فتكمن وفقا لهم بوعود سرية أمريكية للإيرانيين وغض طرف. انطلقت اليوم مناورات الطائرات المسيرة التي يجريها الجيش الإيراني بمشاركة أكثر من 150 مسيرة على امتداد الجغرافيا الإيرانية، وتستمر ليومين وترمي إلى تعزيز القدرات الإيرانية في هذا المجال، حيث تحمل هذه المناورات رسائل متعددة. ملحم ريا والتفاصيل. المسيرات الإيرانية تطل من جديد، هذه المرة في مناورات للجيش الإيراني لتقييم أدائها هجوميا ودفاعيا. لكن خلف اختبار الجاهزية هذا تكمن رسائل متعددة في الشكل والمضمون. تحاول طهران استعراض قوتها في مجال المسيرات المصنعة محليا، حيث حققت قفزات كبيرة في هذه الصناعة خلال الأعوام الماضية رغم العقوبات والحصار، فباتت من أوليات الدول المصنعة للمسيرات. واستعراض القوة هذا يحمل معه تحذيرا واضحا لأعداء إيران، أمريكا وإسرائيل. ما تعكسه هذه المناورات والتدريبات هو أن القوات المسلحة بعيدا عن الظروف السياسية تمضي قدما في تطوير وتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية ورفع قوة ردعها، وتسعى إلى توفير تقنيات متطورة لتمكين قواتنا المسلحة من الرد على أي تهديد. تعد المسيرات عين إيران الساهرة في المياه الخليجية، والتي أرقت القوات الأمريكية ورصدت أدق تحركاتها، لكنها أيضا باتت قوة هجومية دفاعية مهمة في أي معركة، ولا سيما المسيرات الانتحارية. الجيش الإيراني دخل اليوم في ساحات جديدة من القدرات العسكرية ومنها الطائرات المسيرة، وقد تمكنا في وقت قصير من رفع مستوى قوتنا في هذا المجال، وإيران اليوم إحدى الدول الناجحة في صناعة الطائرات المسيرة. إلى جانب الصواريخ البالستية باتت المسيرات تشكل سلاحا استراتيجيا إيرانيا قد يغير المعادلات لصالح إيران في أي حرب مقبلة. رغم أهمية امتلاك سلاح المسيرات، لكن الأهم هو أن هذا السلاح صمم وصنع وطور بقدرات إيرانية، ما يعني امتلاك إيران المعرفة الكاملة عن هذه الصناعة، ما سيخولها التقدم والتطور أكثر وأسرع خلال السنوات المقبلة. ملحم ريا، طهران، الميادين. بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الجيش الأمريكي استهداف مواقع قال إنها تابعة لحرس الثورة الإيرانية، أفادت مصادر للميادين بأن قذائف صاروخية استهدفت مساء اليوم قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز شمال دير الزور شمال سوريا. وقالت المصادر إن الصواريخ سقطت داخل القاعدة وتسببت بأضرار مادية، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي المروحية والحربية في أجواء ريف دير الزور، بالإضافة لاستنفار قواته. الخارجية الإيرانية كانت قد نفت أن تكون الأهداف التي قصفها الجيش الأمريكي في سوريا مرتبطة بإيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد أن الوجود الأمريكي في سوريا احتلال وانتهاك للسيادة السورية وللقوانين الدولية، وشدد على ضرورة مغادرة القوات الأمريكية الأراضي السورية والتوقف عن نهب النفط والثروات بحجة المزاعم الواهية في مكافحة الإرهاب. قبيل ساعات من انطلاق مهرجان وحدة الساحات الطريق إلى القدس الذي ستنظمه حركة الجهاد الإسلامي لتأبين شهداء المعركة الأخيرة، نظمت سرايا القدس الجناح العسكري للحركة مسيرا محمولا في مدينة رفح. وخلال المسير عرض سرايا القدس بعضا من صواريخها التي استخدمتها خلال المعركة الأخيرة في القطاع، فيما جاب المسير شوارع مدينة رفح وصولا إلى بيوت الشهداء. هذا وجددت حركة الجهاد تمسكها بالمقاومة ونهج القادة الشهداء في مواجهة الاحتلال. رسالتنا إلى الاحتلال الصهيوني بأنه لا أمن ولا أمان له على أرض فلسطين طالما أن سرايا القدس تحمل سلاح الشهداء وماضية في الدفاع عن أبناء شعبها، فإننا نؤكد بأن وعد الله قادم بتحرير فلسطين طالما أن هذا الإرث العظيم لا تزال تحمله سرايا القدس والمقاومون المخلصون على أرض فلسطين.
لا حل لهذا الاحتلال الصهيوني إلا بالاندحار عن أرضنا أو أن تكون فلسطين مقبرة للغزاة الصهاينة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة الهدم للمباني المقدسية بهدف تنفيذ عملية تهجير بطيئة وممنهجة للمقدسيين. هناء محاميد والتفاصيل. بين ليلة وضحاها تجد نفسك بلا سقف، الأقصى من ذلك أنك تقوم بهدمه بنفسك. خلال 3 ساعات أكون نايم هون في هالدار هون، 3 ساعات ما في عندي بيت من مرة. صعب كتير. سياسة التهجير عند اليهود، وما بدهم نتكاثر في القدس، وما بدهم إيانا نكون في القدس، ما بدهم نضل في القدس. ليش؟ هذه مشكلة، مشكلة كبيرة. كل مقدسي بيعاني منها. لا يرحل الإنسان عن بيته برغبته. هنا قوة عسكرية تهيمن على حياة الفلسطينيين. على مدار يومين أفرغت هذه العائلة منزلها، أخرجت الأثاث وفككت معه يومياتها واستقرارها. لا الرضع ولا الأطفال ولا ضيق الحال يشكلون فرقا لدى احتلال لا يرحم. أنا هون محل ما أنا واقفة كانت غرفتي. إحنا ساكنين في بيت 11 واحد، بينا رضيع صغير 10 أيام، كمان شوي جايينا كمان رضيع، دار 110 متر ساكنين فيها 11 واحد. هلأ شو بدكم تساوي؟ ما في محل نسكن فيه هلأ بالوقت الحالي. الله المعين. إحنا مقدمين لرخص دار، مقدمين تنظيم مدن، هم مقدمين لكل شيء، هم مستوطنة رافعينها كاملة. بيعملوا إيش بدهم؟ احنا كله عندي امر هدم، مش قابلين يعطونا 20 سنة واحنا بنقلب معاهم. في اليوم ذاته قد يضطر اكثر من مقدسي الى هدم بيته او منشاته الاقتصادية لينقذ ما يمكنه من حاجيات وليوفر مبالغ الهدم الخيالية التي تدفع لسلطات الاحتلال في حال تنفيذها عملية الهدم، فضلا عن غرامات البناء غير المرخص والمحاكم. يا رب انت كم يا الله. حتى النصف الأول من العام الحالي كان الاحتلال قد أصدر أكثر من 100 أمر هدم في القدس. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. إلى شأن آخر، حيث لقاء جمع بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للبحث في تأليف الحكومة الجديدة لم يؤدي إلى أي جديد. نتابع التفاصيل مع حسان الرفاعي. لقاء جديد بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي استكمل خلاله البحث في ملف تأليف الحكومة، ولا سيما حول الطرحين الأساسيين للصيغة الحكومية. الأول توسيع الحكومة إلى 30 وزيرا بدلا من 24 حاليا، ما يحتم العودة إلى مختلف الأفرقاء السياسيين لتسمية وزراء، وهو ما لم يلقى قبولا لدى الرئيس المكلف. أما الطرح الثاني فهو الإبقاء على الحكومة الحالية مع استبدال وزيرين أو 3، وترجح المصادر أن الاستبدال قد يطال وزراء الطاقة والاقتصاد والمهجرين. خرج ميقاتي من دون الإدلاء بأي تصريح، فيما المعلومات تفيد بأن البحث لم يدخل في لعبة الأسماء المطروحة لتولي حقائب، ما يؤشر إلى أن لا حلحلة في الأفق الحكومي حتى اللحظة. الجمود السياسي بالملف الحكومي مرتبط بالدخول بالاستحقاق الرئاسي. هناك من يريد عدم تأليف الحكومة والوصول إلى تنازع دستوري. هذا التنازع الدستوري يدفع القوى للجلوس إلى الطاولة للاتفاق على سلة كاملة للحلول بالقضايا المتنازع عليها لبنانيا. لقاء جديد مرتقب في الأيام المقبلة بين الرئيسين لاستكمال البحث، وربما تسهم الاتصالات في إيجاد ثغرة في الجدار الحكومي. اللقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تناول البحث في الطرحين السابقين، توسيع الحكومة أو استبدال وزراء، من دون الوصول إلى اتفاق، والأنظار تتجه إلى لقاء آخر يجمعهما في الأيام المقبلة. حسان الرفاعي، قصر بعبدة، الميادين. ملفات أخرى بعد الفاصل، ابقوا معنا.
من جديد أهلا بكم. أثار اصطحاب كبير حاخامات اليهود الفرنسيين ضمن الوفد الرسمي للرئيس الفرنسي جدلا في الجزائر قبيل ساعات من انطلاق الزيارة. مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بتعليقات بشأن محاولة باريس استفزاز الجزائر والضغط عليها في ملف الأقدام السود من اليهود وجرها نحو التطبيع عبر بوابة حوار الأديان. سفيان مراكشي والتفاصيل. منذ استقلال الجزائر قبل 60 عاما لم تطأ أرضها قدم رجل دين يهودي ممن غادروا فارين مع المستوطنين الفرنسيين. الرئيس الفرنسي يحاول عبثا أن يمكن لهم في أرض الشهداء الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة. أنا ما أخافه، أخوف ما أخافه أنه لم يعد هناك يهودي ليس صهيونيا، وهذا هو المشكل. إحنا يعني لو نتيقن هم كاين بعض اليهود مثلا عايشين هنا معنا، وهذو ما عندهمش مشكلة معهم لأنهم ما خداوش مواقف معادية والآن أيضا يطبقون قوانين الدولة. إحنا لو نتأكد من أن أي يهودي ليس منتميا إلى الصهيونية ولا يؤمن بالأيديولوجية الصهيونية ولا يمالئ الصهيونية العالمية لطرد الفلسطينيين والقضاء عليهم، نحن أهلا وسهلا به. كبير حاخامات اليهود الفرنسيين حييم كرسية يجاهر بدعمه لآلة القتل الصهيونية في الأراضي الفلسطينية واستباحة دماء الأطفال والأمهات، وهو ما يتعارض مع مواقف الجزائر الداعمة لفلسطين، خطوة يرى فيها مراقبون استفزازا واضحا للجزائر. رفض الجزائر لزيارة هذا الشخص ربما قد يضعها في زاوية معاداة سامية، وفي في يحشروننا أيضا في ركن أننا نرفض الآخر ولا نقبل الآخر. فهي وصول هذا الرجل إلى الجزائر وفي هذا الوقت بالذات هي رسالة من الجزائر إلى العالم، نحن أهل سلم وأهل حضارة ولا مشكلة لنا مع الديانات، أهلا وسهلا. نحن مشكلتنا واضحة جدا وهي الصهاينة والصهيونية. فرنسا التي تدعي العلمانية تمعن في الكيل بمكيالين وتقحم الدين في السياسة، ويرى مراقبون أنها تسعى إلى جر الجزائر نحو مستنقع التطبيع. اصطحاب رجل دين يهودي ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس الفرنسي أثار جدلا في الجزائر وشكك في علمانية الدولة الفرنسية، خطوة غير مسبوقة فتحت باب النقاش حول إرث اليهود المطرودين مع المستعمر الفرنسي الذي ساندوه أيام ثورة التحرير. سفيان مراكشي، العاصمة الجزائرية، الميادين. وحول هذا الموضوع الذي بدأ يتفاعل في الجزائر ينضم إلينا من باريس الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور إسماعيل خلف الله. مرحبا بك معنا دكتور إسماعيل. كيف تنظر إلى هذه الخطوة الفرنسية باصطحاب كبير الحاخامات ورجل عليه خلاف في هذا الوفد قبيل انطلاق الزيارة بساعات؟ تحية لكم وللسادة المشاهدين. من الواضح جدا أن ماكرون اليوم وبطبيعة الحال هو يناور، وهذه ضمن الأوراق التي يناور بها، وهذا الوفد المرافق له هو ليس فقط الحاخام ولكن هو يعني يلازمه في هذه الزيارة ويرافقه في هذه الزيارة عميد مسجد باريس، والعميد مسجد باريس هو جزائري. والواضح أن ماكرون بهذا الوفد يريد أن يعطي لهذه الزيارة أبعاد متعددة، انطلاقا من البعد الطاقوي أو البعد الاقتصادي إلى البعد السياسي إلى البعد التاريخي إلى البعد الدبلوماسي، كلها أبعاد يريد أن يناور بها ماكرون. ومعلوم أيضا أن ماكرون يواجه نقد داخلي هنا في فرنسا، فالواضح أن سياساته وقراراته وتصريحاته تلاقت العديد من الانتقادات الحادة من السياسيين، والواضح أن يعني دليل على ذلك أنه المقال منذ أسبوع كتبه الرئيس السابق فرانسوا أولاند ينتقد فيه بصورة واضحة سياسة ماكرون، وخاصة ما تعلق في جانب القرار الذي خفض التأشيرات بنسبة 50%. زيارة الحاخام حقيقة هي ربما يراد من خلالها أنه يريد أن يحرك ملف الأقدام السوداء، وأيضا هو ربما يريد أن يستعطف أو أن يخفف الضغط الذي يأتيه من اليمين المتطرف. ومعلوم أن فرنسا اليوم
أوروبا عموما وفرنسا خصوصا تواجه خطر كبير، وهو المفاجآت يعني على هكذا ربما قرار من موسكو ينهي ويوقف الأنبوب الذي يعني يغذي أوروبا وفرنسا بالخصوص من مادة الغاز. وهذا التحدي الذي تواجهه حكومة ماكرون، وهو كان يجتمع منذ ساعات فقط في هذا الأمسية، كان مجتمع بحكومته وأعطاهم يعني وصور الحقيقة وقال للحكومة باختصار على أننا نواجه أزمة حقيقية. هو ماكرون عندما يحضر معه حاخام، نعم، وهذا الحاخام الذي أصوله له أصول جزائرية، يريد أن يضغط على الطرف الجزائري. فلو رفضت الجزائر، وربما سؤالكم ينطلق من هنا، ربما لو رفضت السلطات الجزائرية لا تهمت بأنها تعادي السامية. دكتور، فقط لنفهم هذه النقطة، لأنه أكثر من نقطة بذات الاتجاه. بمعنى ماكرون يسعى جاهدا لتكون الزيارة إلى الجزائر ناجحة، خصوصا في قضية الطاقة بعد الوضع الذي تعيشه فرنسا تحديدا، هذا جانب. اصطحاب حاخام كورسية وهو معروف بدعمه للاحتلال الإسرائيلي ومجاهرة بذلك، وهناك قتل ودماء وظلم كبير في فلسطين المحتلة، هو داعم للاحتلال الإسرائيلي. هل هذه حاجة لماكرون داخلية في سبيل تقليل الانتقادات من اليمين المتطرف كما ذكرت، أم بالدرجة الأساس استفزاز للجزائر وحشرها في زاوية ضيقة؟ نعم، هو بطبيعة الحال هي ورقة ضغط، وهذا الورقة الضغط يستفز بها الطرف الجزائري بطبيعة الحال. لو يعني الجزائر أرسلت رسالة وقررت أنها تلغي هذه الزيارة أو أن ترفض هذا الحاخام اللي ربما صورت في الإعلام الأوروبي اليوم على أنها تعادي السامية، وعلى أنها أن الأقاويل أو ما يتم تداوله على أن الجزائر لا تحترم ولا تلتزم بالاتفاقيات الدولية فيما يخص بالمعابد، بالخصوص معابد اليهود في الجزائر واحترام الديانات وكذا. ولكن ربما أعتقد أن قبول الجزائر بزيارة أو دخول الحاخام إلى الجزائر هو تريد أن توصل رسالة، وهي أننا مفتوحين على المكشوف، وسوف يرى هذا الحاخام أن الجزائر تحترم هذه المقابر، هي محفوظة ومحمية، وهذه المعابد، وأننا بلد سلام، وأننا نريد أن نسعى لإقامة سلام حقيقي. ولكن التوجه أو ربما هو إحراج من الجزائر لطرف لهذا الحاخام الذي هو ينخرط في الحركة الصهيونية، وأنه يدعم الإرهاب الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني. هل هناك يعني سؤالي الأخير، هل هناك تجد تعمد غربي في تصوير العرب عموما بدعمهم لقضيتهم المركزية فلسطين، أنه وكأنه تصوير العرب يضعون اليهود الجميع بخانة واحدة، حتى من اليهود كديانة ومن يدعمون الصهيونية، بينما هو الواقع يختلف عن ذلك تماما. يعني هناك احترام عربي كبير للديانة اليهودية كديانة، وهناك مشكلة مع الحركة الصهيونية. هل الغرب يرى الأمر بمنظور مختلف ويريد التنظير له؟ بكل تأكيد هو الواقع أنه يراد أن يسوق على أن العرب، كما ذكرت أستاذ، على أن العرب يضعون كل اليهود في خانة الصهيونية، وهذا أمر خاطئ، وأن لاحظنا أن اليهود يعيشون في مناطق عديدة في الوطن العربي، وهم محترمون، ولهم تجاراتهم، ولهم تعاملاتهم، ولهم كل الاحترام وكل المواطنة الحقيقية. لكن هذه الصهيونية المرفوضة، هذه الصهيونية التي ترفضها، نتكلم عن الجزائر اليوم، ترفض هذا التطبيع مع الصهيونية. ما دام السياسة الصهيونية سياسة القمع والاحتلال واغتصاب الأراضي والهدم، وأنا كنت أتابع برنامجكم يعني في تقارير سابقة على ما الآن في هذه اللحظات يتم الهدم في بيت المقدس. الفلسطينيون يواجهون سياسة الهدم والتهجير الممنهج، وبالتالي فالجزائر تقف
حجر عثرة أمام هذه السياسة، وهي لا تريد أن تذهب إلى التطبيع رغم أن دول عربية للأسف هرولت لهذا التطبيع. وربما قلت أن الجزائر لم تتحفظ على زيارة الحاخام في الوفد الرئاسي لماكرون، أعتقد أنها رسالة أيضا لأنها لا يراد لها أن يسوق على أنها تعادي كل ما هو يهودي. وأيضا الاستفزاز الآخر والضغط، الورقة الضغط الأخرى لماكرون، أن ماكرون يعلم جيدا بأن الجزائر تحضر لقمة عربية في أول نوفمبر في الجزائر، وورقة الأولى في جدول أعمال هذه القمة هي القضية الفلسطينية، هي الصف الفلسطيني، هي توحيد الصف الفلسطيني، هي الذهاب إلى إعادة مقعد سوريا الذي ما زالت سوريا، هذا البلد المؤسس لجامعة الدول العربية ما زالت لا 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 مقصية من هذا من هذا من هذا المجلس، من هذا الهيئة. وبالتالي فأعتقد أنها ورقة تشويش على هذه القمة. نعم. التي تنتظر أو يراها الطرف الجزائري أنها سوف تحقق أهداف عديدة. شكرا جزيلا لك الدكتور إسماعيل خلف الله، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كنت معنا من باريس. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن هدف الولايات المتحدة في أوكرانيا هو استنزاف روسيا استراتيجيا للقضاء على المنافسة. وفي اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون أضاف شويغو أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم الهيكل الأمني الحالي في جنوب شرق آسيا لضمان هيمنتها العالمية، وأضاف أن التباطؤ في الهجوم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو قرار واع يعود إلى الرغبة في تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينيزيا أن قوات كييف تقصف محطة زابوروجيا النووية يوميا باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة. وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي قال إن القذائف تسقط على مناطق حساسة رغم تحذيرات من خطورة ذلك على أوروبا وجوارها. بخلاف مزاعم نظام كييف وما يسيره، فإن روسيا لا تضع أسلحة ثقيلة في محطة زاباروجيا النووية ولا تستخدمها لأغراض عسكرية. وزارة الدفاع مستعدة لتزويد الوكالة الذرية بصور عالية الدقة تظهر أن الأسلحة الثقيلة ليست في المحطة. أنطونيو غوتيريش زار أوكرانيا مؤخرا، وعلقنا آمالا على الزيارة، وتوقعنا تعهدا من زيلينسكي بعدم قصف المحطة، لكننا لم نسمع من الأمين العام الأممي إدانات باستثناء دعوات إلى تفادي القوات المسلحة ضرب المحطة. فهل حصل على وعد من زيلينسكي بوقف القصف المستمر رغم قلق الوكالة الذرية منه؟ في المقابل طالب نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز روسيا بتقديم أجوبة بشأن استخدام محطة زاباروجيا النووية قاعدة ومنطلقا لأعمالها العسكرية في أوكرانيا. لقد أوجدت روسيا هذا الخطر ولا يمكن إلا لروسيا نزع فتيله. الحل ليس معقدا، يجب على روسيا أن تنهي حربها غير المبررة على أوكرانيا وأن تسحب قواتها. يجب على روسيا اتباع توصية الأمين العام غوتيريش على الفور وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في المنطقة المحيطة بمحطة زاباروجيا. الآن مع باقة من الأخبار المتفرقة من العالم نتعرف إلى بعضها مع جيراسيا بيطار. الأمكنة هي مجرد أمكنة، أنت صانع الأحلام. من دار الأوبرا في دمشق فاحت رائحة جاردينيا،
إنها الجوقة النسائية المؤلفة من 20 موسيقية ومغنية تؤدي أغنيات كلاسيكية من ثمانينيات القرن العشرين، وتساهم على طريقتها في تغيير الصورة النمطية للمرأة السورية في مجتمعها. المكان هنا سحر حقيقي، سحر ورقة بيضاء تنبض بالحياة، تماماً كهذه الحيلة التي أكسبت البلجيكية لوران بيرو لقب بطل العالم السحري. الشارع كان هو المكان الذي تعلم فيه لوران ما أدخله إلى العالمية، المكان الذي من المفترض أن يكون مملوءاً ها هو يصبح فارغاً. نعم، إنه مكان السائق. سيارة الأجرة في الصين باتت لها قيادة ذاتية، يدخل الراكب يربط حزام الأمان فتتحرك السيارة من تلقاء نفسها بوجود كاميرات وبسرعة قصوى تبلغ نحو 40 كيلومترا في الساعة. المكان هو الإنسان. ففي هذا المكان تحديداً تعلم الصينيون القدماء فن الدفاع عن النفس المعروف بالكونغ فو. حينها فعلوا ذلك لحماية أنفسهم من قطاع الطرق، وأما الأجيال الجديدة فتحافظ على رقصة الأسد التقليدية تواصلاً مع الماضي وحفاظاً على اللياقة. المكان بقي هو نفسه لأكثر من 150 عاماً، فالأمكنة هي كمكان التزلج هذا. فهنا تحديداً تعرض الأرجنتيني جيرمان فيجا لحادث أثناء تساقط الثلوج قبل سنوات، وهو اليوم يعلم التزلج باستخدام كرسي متحرك في الموقع نفسه. جيرمان سعيد لكونه الأول والوحيد، ويريد أن يشجع الأطفال المقعدين على أن يحذوا حذوه. جيرمان في مكانه الذي تحول من مأساة إلى فرصة يشبه كثيراً نجم البحر هذا الذي شوهد يتبختر مزهواً في أعماق البحر. بهذا نصل إلى الختام، لكن نذكر بأبرز ما جاء في النشرة. إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحاتها، ومراندي ينفي مزاعم رفض واشنطن الشروط الإيرانية الإضافية. بعد ساعات على الاعتداء الأمريكي في سوريا، مصادر الميادين تؤكد استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز شمال دير الزور. اصطحاب كبير حاخامات اليهود الفرنسيين ضمن وفد ماكرون إلى الجزائر يثير جدلاً بشأن جر البلاد إلى التطبيع عبر بوابة حوار الأديان. شويغو يتهم واشنطن بمحاولة استنزاف روسيا استراتيجياً وتقسيم الهيكل الأمني في جنوب شرق آسيا لضمان هيمنتها العالمية. دائماً لمزيد من الأخبار والتفاصيل على الميادين .net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكراً جزيلاً للمتابعة وفي أمان الله.